يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه يد الله فوق أيديهم، هل إذا قلنا إن اليد هنا يد حقيقية فهل نعتبر مجسمة، أم نقول إن اليد هنا الإعانة والنصرة؟ يد الله حقيقية، وليس معنى فوق أيديهم أنها ملتصقة بأيديهم. أن تقول السماء فوق الأرض، هل السماء ملتصقة بالأرض؟ لا، فهي فوقية حقيقية ويد حقيقية، وتجريها كما جاءت. نعم.